عمي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في بلاج جديد في قناه ابغى مرادي جنبنا عشان لو استفرقت من سماعه جديد لازم نزعق بدايه الحلقه عشان ندخلهم مود اللي عدي 1 2 3 هاي جايز، اهلا بكم في فيديو جديد في قناه انا بيكو. اليوم معانا بينو. اليوم انا كنت حاجة عند بينو وكنا حنصور فيديو كذا، قال لك يلا نشوف ايش في فعاليات. بعدين ايش سوت هذه اللي عمرها 5 سنين؟ خلعت كتفها. حابة تشاركيهم كيف خلعتي كتفك؟ كان عندي تمرين كرة طائرة. كان عندي تمرين كرة طائرة اليوم وكنت من التشكيلة الأساسية، ترى مو دايما، وجيت 5 كورة. خلع الدلدل كذا وانا رجع الدلدل تقول والله كذا بس دحين مكانه. طيب يا جماعه، خلعت كتفها هذه المسكينه، فتحسبوني حقول صاحبتي مسكينه تعبانه خليني اجل تصوير. لا يا قلبي لا. دخلت عملت سيرش ايش في اشياء تتسوى للناس اللي ما عندهم، اللي يدهم تعبانه، الناس اللي يستخدموا يد واحده. بعدين طالعت قلت لي بيان يدك ايش اللي مخبيه قبل ما لسه يسوي هذا، يمين ولا يسار؟ قلت لها يمين. قالت خساره. قلت لها بس انا الشوله. قالت حمد الله السعوديه الزباله. يوم تقولي حكايه كذا يبدو كني شريره. يبدو. ورجعت قلت لها بيكو كانك مثال. راحت قالت من جد من جد الشوله. قلت لها الحمد لله. والالم وال الزبده اللي ما فهم انه بيان عندها يد واحده بس تسوي كل شيء بيدها اليمين وهي شوله. فاول فعاليه زي ما انتم شايفين حنسويها ميك اب. احط بيكو ميك اب. احط ميك اب لبيكو. احط بيكو ميك اب. انت خلعتي من لسانك. شايفه ليه ماني قادره اقدم ولا قادره اقول كلام؟ عشان ده مو بيتي. بس يا اللي مسويه كنت رحاله، ترى انت ما تقعدي في البيت. كل مقدماتي في البيت حتى الباقات. طب عيدي. لا لا مو كذا، في شيء. وبعدين فجاه اتفرج الاقيها. ما قلت انت مينو؟ الفيديو حق 360. ايوه لازم تشوفوا فيديو 360. لعبنا لعبه. اللي سويناها هذا كيف كنت؟ من جد كانت من اقسم بالله لعبه بيكو كذا، فاهمين؟ اللي مره اللعبه كانت حلوه وربي مره حلوه. فشوفوا فيديو 360 الحين، روحوا شوفوه ارجعوا تاني. كمان لا تسووا لايك وشير وسبسكرايب. لا مو شوفوه ارجعوا تاني، خلينا نشوفوه بعد الحلقه. انا حاط لكم رابط تحت في صندوق الوصف، روحوا اضغطوه وشوفوا وسووا فولو. صناديق الوصف هذه معي انا الان تحت الفيديو. تحت الفيديو تضغطي مكتوب هذا هو الرابط، تضغطوه يوديكم على قناتي على طول. في فيديوهات فاتت اللي سويناها كلها نزلتها، مره فيديوهات من الضحك والبيان مره من جد هذاك احلى. خليني اقول هاي، تعالي هنا باتي. باتي قولي لهم سبسكرايب لايك شير. كله سبسكرايب اللي انكسر الزر. خلاص روحي ماني باكي. فجاه الحين تنزل حلقه الاقي مقدمه ثانيه وتعبت فيها دي المقدمه. دائما كذا سويت مره كذا واحنا في السياره، هاي تعلمت كيف اسوي مقدمه وسويت سيرش وشفت فيديوهاتك سابقة، بعدين نزلت الفيديو لقيتك عاملة مقدمة في البيت لحالك. طيب قلت من قبل بيروت يلا نبدا. اول شيء حنسوي، انا جبت جيمس تشارلز. مين هذا؟ حيجي يعني قلت في معنا الحلقة. جيمس تشارلز يجي الحلقة. هاي سيسترز. جبت اللي جبت البالت قصدي. يا الله هذا اعلان ولا لا؟ كنت اعلان لجيمس شارلز. ايش هذا؟ هذا باليت؟ ايوه يسوي بينه اللوك حق الرينبو. الله مره حلو زي هذاك الولد اللي ياخذ الاكل. رايت كيكس. دحين بشويش نسوي بشويش بشويش شوي شوي الوان. ركزي انك حتستخدمي يدك الغلط، فلازم تكوني شويه رؤوفه بالالوان. ايش تبغي؟ ايش تبغي لوك اليوم؟ شوفي هذا الميك اب انا حمشيه بباقي الحلقه، فلازم تخليه شويه محترمه. ايش حتلبسي؟ يعني احمر قبل ما تروحي. ايوه ايوه. ايش لون فستانك؟ ايوه ايش لون فستانك؟ في واحده مره جابت صانع علقته زي كذا في الباب عشان تاخذ نفس درجه اللون كذا. الله يرزقني وساعد صدرها. ابغى احمر. اه هذا رسمه وابغى ازرق. يا ويلي يا ويلي لما تحط صباع انا خايفه احس انها بتسوي بالكيلو. يلا نبدا. قاعد طالب في عينك في مساحه احط 5 الوان. الله اكبر. ارتستيك لوك. والله احس انها بتنتقم مني على كل شيء سويته لها في حياتها. تعالي لي كذا. ما عندنا فرش. مين اصبعي؟ انا ما اعرف بالفرش. اصبعي هذا بدانا خبيص. اوكي يلا فاتي. اول ما اقول لك اتاك كليها. صاحبتك هذه ما ناسبتني. خرجيها هذه. ايش
أنكم مريضة كتبوا. فاتي أتاك أتاك. لانه احمر وازرق موف. ما تعرف ايش تبي الوان احمر وازرق موف؟ حتشوفه والله حيطلع يجنن. اول مره اعرف انه صباعي صعب اني استخدمه عشان يمين. لا ما ينفع ما ينفع كذا يخرب شغلي والله بحركاتهم والله. بليز بليز ما تطلع في المرايه. بس احكي لك خلصنا. بدي اجيب لك المرايه لحدك. اوكي انا اسفه. دين العين الثانية شنو؟ يا ويلي هذا جيمس. شو ما ينزل جيمس شيمس جونز مين شمس جيمس صح نفسه بالثاني. عندي براند عالمية ما شاء الله. اللمعة تجنن عليك على لون بشرتك تجنن. دحين حنبدأ في الأحمر. ما شاء الله الأحمر حاطلك أحمر مات الله يرحمه. حنحط لك من الطرف احمر عشان يسحب عينك على فوق. قال لك طايب الالوان ما في شيء يشبهها. يا ويلي هذا شكله توقيعك. هذه الحركه الفنانه حقتك اللي راح اشوفها من المكياج. شكلك سويتيه عزبينو. اوكي هذاك لما يخاف يفك الديلو طاووس. ايوه شايفين مره حلو والله. يا ساتر انا ما شايفه بس قاعده احاول اوريهم. حلو الحمد لله زفت. يا وتصدقي بسم الله بسمي نفسي ارفع نفسي وماني قاعده. انا انزل. لا انت ايش تبي؟ لا تحزنيني. طالع هناك بسم الله الرحمن الرحيم. ايش نزل على تحت وربي ما يستر. بدنا نسحب عينك. انت فعلا سحبت عيني ليترلي. اسوي الحركه. يلا يلا هي غمض التوقيع من الحركه من قادر اتملك. ايوه كذا الله يسعدك. والله انت كذاب. الحين هحط لك اي لاين بس سحبه ولو تحركتي علي اتس اون يو. وي بسم الله كويس بعد مره حلو. تعالي انا خارجه اقسم بالله انه مظبوط ورب المصحف مظبوط. استغفر الله استغفر الله. انت بتصححي ورق اختبار ما شاء الله الله. انا ميك اب ارتست وجه المنبهره الخليج. اصلح عرايس صلح. تعالي الله يصلحك. تعالي ماي جاد الايلاينر نفس المكان. كيف انا اسوي بيد اليسار مسكره؟ لازم تنتبهي. هتخلعي عيني دحين عشان ما ابغى ميك اب يتخرب. والله مره حلو. اوكي يلا. ما شاء الله عليك رموشك كثير حلوين. بدك تهتمي فيهم تحطي لهم زيت خروع. هذا اظن انفجعت من الميك اب. انفجعت مني. لا اطلعي فوق ما تفكري. لا انا خايفه انا خايفه والله ما اجيب. لا خلاص يا باتي مايك ساعه. تعالي اوكي فوق. انا اخاف اخاف. يا الله تخرب ميك ابي. ترى انا اخاف من اي شيء يقرب عيني. اساليهم استغفر الله استغفر الله استغفر الله. انا كذا. تعالي اقول لك طلعي في عيني فوق. تعبت ايدي قاعده اسوي باليد الغلط. تعبت خلاص ما حسوي تحت. هذه شامة. الله عليكي فاضل الروج وخلاص. طب ومن تحت بس وين اول شيء؟ من هنا يعني. دحين احط لك لون فكرت فيها. بصباعك؟ ما شاء الله عامله فيلر. بدي ارسم لك شفايفك من فوق عشان لا 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 تخيل الله. لا ما عليك انا خبره واول ميك اب ارتست اللي طلع بالسعوديه. شفايفك ايه انت؟ عشان ما طلعي فيني. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ايش باقي اصبعي ما يعني انا انصحك تفتحي صالون على هذه الاحترافيه. ايه بدي افتح صالون ممنوع فيه الفرش. اصابيع وتواقيع. بدنا نحط لك هايلايتر وبس يعني باقي لك شيئين. اعطيني خشمك. ما ادري كيف اعطيك خشمي بس بدنا نضيف لون واحد. نضيف؟
ايوه ما حقرب من عليك. خلاص خلاص وديت على هذا بيدك شيل النقطه مش قادر. فين هي نقطه؟ اي نقطه؟ ايش هذا؟ حلو؟ وريهم من 1 ل 10 قديش شكله حلو؟ 5. خمسة؟ اه طبعا 10. قولي والله. او 8.5. جماعة بالله كيف شكلي؟ زي الزفت. اكتبوا لي تحت في الكومنتات شكلي من 1 ل 10 قديش؟ 10 10 10. مستعدة لتبدي حياة جديدة؟ اقول في 1 2. مرة مو هنا وجهي. قال لك 1 2. بعرف بعرف هذا التالنت انا ما بقول للناس عليها. بيان مري بش شكلي مره هيك مره حلو شكلك. باتي حلو ولا لا؟ لا ترفع ضغطي. باتي صلي على النبي قولي الحقيقه. لا ترفع ضغطي. هذا اسمه ارتستيك ولا اي ارتستيك؟ في كونسبت. هو حلو لو انا ضبطته. ايوه ولا تبيني وحشه باقي الحلقه؟ لا ما باكي وحشه انت حلوه مره الالوان حلوه ببكي حلوه بس هذا التالنت بالت جيمس بعد الحلقه. يلا لخالة حقيقية؟ ايوه ايوه بتمزح خالتي وقول اكيد ما تطلع. خليها خلي زي ما هو بس حط مسكرة. دحين خلصنا فقرة الميك اب مطرة والله. ايش دخل هذا في هذا؟ تبي تيجي عشان تنحبس عندي؟ يا رب امك ما تشوف هذا البلوج بعد بكره. ما كنت حاحطها لا تنسى احطها. حتى الاعلانات كلها حقت الاكل خليتها بعد بكره عشان نجي سناك. الله خير برجر ومدري ايه. والله ذكيه والله اني ذكيه. يا جماعه اللي يبغى يشوف عليات بيان في سنابها والذكاء والخطط اللي هي قاعد تسويها ححط لكم سنابها هنا. المعلومين يعني اذا ضفتوها روحوا مروا على سنابي شوي شوفوا هنا. الشيء اللي بعد الحسيش هو العاب. نلعب. ايش حنلعب؟ المسكن بدأ يشتغل بعقلك. هذا مو مباشر. قولي خربيت وانا امسح. طيب تمينا نلعب الكاسات. ما تتكلم تسوي حاجه توشوشني. نلعب بالكاسات. ايش؟ نمسك. ايوه ايوه امسك كاسه وهي كاسه. لا هي كاسه انا ارمي عليها كاسه ثانيه ولازم هي تدخل الكاسه في الكاسه ونشوف مين الفائز. اوه 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 انا دائما صوتولي عشان بيد واحده انا مش تعبانه. ايوه حد بدي اطلع انا ما مسكين. الله يخليكم والله. لازم نخلي في النهايه في شيء يعني الفايز ايش ياخذ بس كذا فعاليات ترجعي لي فلوسي على اذا انت فزتي هجيب لك باليت زي حق جيم شارلز. اذا انا فزت هطلب لك قهوه واكل وانا اوصلك. خادم هتشتري لي قهوه واكل وحتوصلني خليكم فاكرين. ليتس جو. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يلا حجره ورقه مقص. مين اول؟ حجره ورقه مقص. حجره ورقه مقص. جاهزه؟ ايوه بسم الله. وي 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 بعيد من ورا البار كانوا يلعبوا بس رمت بشويش رميت اللي هي كانت بتجيبها. انا اسوي زي كذا اللي اول واحد يجيبها خصفان. انت طب يلا انت. بسم الله بسم الله. لا والله خايفه. ايش فيك يا حنجر؟ انا عندي لعبة ثانية. اي شيء ثقيل من وراكي نحطه في كاستك وفي كاستك فهمتي عشان لا يطيح. لا شوفي تعالي هنا تعالي ترى جرب مرة قراب. احنا هندخل الكورة لازم نضربها في الارض يعني ما نرميها على طول في كوب لا كذا بس قاعد خليها تسوي زي كذا 2 3.
في هذه الفقرة مين يجيب الكوع؟ المشاهدين. فادي جيب الكوع بسرعة. انقلع انقلع. تعرف البنت اللي معاها 18 تقول ما البس. انا ما اسمع كلام احد. انا سترونج اندبندنت دوغ. فادي تحس نفسها كذا. بياندرا الان ما حد فاز. هذيك كلنا خسرنا. انا بس بالميك اب نعم بيد واحده. الميك اب ولا علاقه في الفوز والخساره. تحدي. الميك اب زي الزفت. والله حنكذب. 1 2 3. انقذوني. بلا كذب ها؟ بلا كذب. كلوز. كلوز. اعطيني فرصة. ايش قاعد من فوقها؟ اوه ماي جاد شايف ايش قاعد تسوي؟ لو انت دخلتها الحين تفوز، لا دخلتها تعال. كذابة والله كذابة. اوه ماي جاد يا حقيقي دايما تسقع في الكوب وتروح. تستهبل. بعدين لو دخلتي الثانية احنا ضارب الايادي. لا ما عندي الا يد واحدة مو بساعدة. لا ما دخل طاح الكوب. طاح عشان ثقيل. طاح الكوب. جيب لي بالانس. لا جيمس بوند. جيمس بوند ما في صح. يجيب بالانس تبشر بنتها. اوكي هنبدا التحدي الثاني هذا الاخير. عندنا بيضه منتهيه تراخيتها صراحه. منتهيه تراخ منتهيه صلاحيتها. نحطها وهسوي التحدي حق اللي نضرب بقوه من جد لان اللاعب نظيف مو عشان انا اقول لك بارد جيمس مو عشان عندك انا لاعب نظيف لا بقوه ايش ما بقوه كذا حعول يدي يدي ضعيفه لا سريع كذا ترى لما تسوي زي كذا ما تضرب البيض تضرب ايه تضرب الطاوله ترى لازم شيء اخف من هذا الكاسه مره ثقيله انا اشوف البلاستيك وربي يلا 1 2 3 ليش شقلت عشان انهيار وشلل وصدمة. ايوه انا امثل اقول استحالة كنت دحين انت في دور السينما كانوا لقوكي. ثاني شيء جيبي تحديات انت قدها. حلو فجأة تحكي في مرحلة قبل. حلو العاب الذكاء ما شاء الله ذكائك متساوي بالحظين. العاب التركيز نو تركيز. العاب القوة 100% حتفوزي عليا. يعني ايش؟ العاب الخف العب ولا ايش؟ مثلا كذا مين ينفجع اول؟ واو مين ينفجع اول انا حفوز. دائما الناس اللي زيك يعني دائما يقولوا تحدياتهم عكس يعني بالخساره، يعني مين يتكلم بسرعه؟ لو تكلمت بسرعه انا حفوز. اي شفتي خليك ذكيه في اختيار هذا في الحلقه. ساعدوني واكتبوا لي تحت بالكومنتات ايش في تحديات تحسوا لو اني لعبتها حفوز. عشان حلم حياتي اني افوز. تعبت نقول لك مبروك عليه الفوز والبالت كمان فرحت نفسي اقول لها هذا يبداكي واريح نفسي. لا حطيت فلوس ما مستخدم خلاص بارد. حلو ان شاء الله يجيكي جديد بكره. امانه قولوا لنا اذا انتم انبسطتوا وعندكم تحديات وكذا اشياء تحسوا بيكم راح تفوز فيها اكتبوها تحت عشان نصورها. مو كيف صح؟ ايش بي؟ مره تدخل انا انت يا تسكتي مره تمشمشيني يا تقولي كلام على كيفك. قولي لهم سبسكرايب لايك شير ثاني. قولي لهم سبسكرايب لايك شير. لازم نقفل بالفايب اللي بدانا به. وبس 1 2 3 وبكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. لا تنسى طالع فيا طالع فيا كذا نكون وصلنا لنهاية
في هذا الفيديو لا تنسوا تعلمني قبل شيء وسبسكرايب وتعملوا اكتبات اوكي يلا وبكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو لا تنسوا تسووا سبسكرايب لايك شير وتضيفوا بينا حسابها في سناب شات شوفوا الحلقات السابقه شوفوا الحلقات السابقه وضيفونا على حساباتنا في السوشيال ميديا نحبكم مره نحبكم مره كان معاكم مرام فيكو وبينا فيما هذا مو باي هذا زعيق خلاص هذا كلهم خايفين بسم الله وجه ابوها مين يساعد مين وانا انا مذاكرة يلا يا جماعه خلاص اشحن الفيلم مع السلامه ما ابغى اسيبهم خلاص بنقوم نلعب احس اني تعلقت لازم اقفل الكاميرا عشان نقوم باي باي